إذن فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في منطقة تشكى بمحافظة أسوان. من بين تلك المشروعات المشروع القومي تشكى الخير، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة. الترع التي تم تنفيذها بمشروع تشكى. وذلك لزراعة 650,000 فدان بإجمالي أطوال ترع 40 كيلومتر و50 كيلومتر طرق و35 عمل صناعي. واشترك في الأعمال 50 شركة وطنية و15 ألف مهندس وعامل و300 معدة.